السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الصف السادس الابتدائي. محدش يفكر خالص ان البحث ممكن يبقى مشكلة، ده شيء سهل جدا 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 جدا، وانا بتكلم عن الجزء الخاص بالانجليش تحديدا. فاحنا ممكن نكتب ايميل لان احنا متعودين عليه، الى جانب انه في المنهج بتاعنا، يعني مفيش جديد. مثلا انا عايز اعلمكم النهارده ازاي نكتب ايميل عن موضوع السياحه. طبعا انتوا عارفين الايميل يا حبايبي بيبقى ليه شكل معين قبل ما نخش في التفاصيل الداخليه. يعني لازم تبدا من على اليسار، يعني من على الشمال فوق، وتكتب تو، وبعد كده ده العنوان الايميل للشخص اللي هنبعت له، تحتيها مباشره فروم، ودوت عنوان الشخص اللي بيبعت، بعد كده about or subject، ودوت العنوان مختصر لموضوعنا اللي احنا هنتكلم عليه ألا وهو السياحة النهاردة. بعد كده حضرتك بتسيب مسافة شوية وبتكتب dear يعني عزيزي، وبعد كده اسم الشخص اللي انت بتبعت له، وبتكتب المقدمة اللطيفة البسيطة اللي بتكررها في معظم الايميلز، بعد كده التوبيك او الموضوع، وبعد كده جملة او جملتين خاتمة، وبعد كده with my best wishes، وبعد كده yours، وبعد كده بتمضي الامضة بتاعتك زي ما هنشوفه مع بعض الان. بص حبايبي، زي ما انتوا شايفين معايا بنكتب تو يعني الى، ونحط نقطتين في بعض، بعد كده الايميل ادريس او عنوان الايميل للشخص اللي احنا هنبعت له. مثلا نقول واحنا مع بعض، طبعا احنا بنتخيل، مش ببعت لشخص محدد حالي، مثلا نختار اسم مثلا واحد اجنبي jack@yahoo.com، بعد تو مباشره او تحتيها يعني من فوق على الشمال from يعني من، ودوت عنوان الايميل المفترض للشخص اللي بيبعت اللي هو لحضرتك، مثلا زي مثلا ali@yahoo.com، بعد كده about or subject، وطبعا معناها العنوان مختصر لمجمل او للموضوع الرئيس اللي انت تتكلم عنه اللي هو حاليا السياحه. فانا كتبت زي ما انتم شايفين tourism in Egypt، بعد كده dear يعني عزيزي، واسم الشخص اللي ببعت له مش اسمي انا. ماشي كده حبايبي، والله صدقوني الموضوع سهل جدا. تعالى بقى بعد ما كتبنا to from subject، وبعد كده dear Jack وحطينا كوما، تعالى بقى للجملة الأولانية اللي احنا بنسموها الجملة الاستفتاحية. هجيب لك حاجة بسيطة جدا انت ممكن تبدع تكبر بمزاجك، احنا بنحاول نسهل الأمر، زي how are you، وبحط question mark لأن this is a question، بعد كده جملة نخش بيها على الموضوع. Do you know that Egypt is a famous touristic country، يعني هل أنت تعرف إن مصر بلد سياحية مشهورة؟ طبعًا ده question، أحط question more. نخش بعد كده there are many touristic places all over it، يعني هناك أماكن سياحية في أنحاء مصر كلها. نبدأ بقى نخش نضرب أمثلة على الأماكن السياحية والأشياء اللي موجودة فيها. مثلا pyramids are in Giza، يعني الأهرامات موجودة في الجيزة. Many temples are in Luxor، يعني العديد من المعابد موجودة في الأقصر. Many museums are found in Alex، العديد من المتاحف موجودة في اسكندرية. Beaches are in Alex Sinai and on the Red Sea، يعني الشواطئ تكون موجودة في اسكندرية وفي سيناء وعلى ساحل البحر الأحمر. جملة بقى أشجع السياحة لبلدنا وأغري صديقي إن يأتي إلى مصر ومن ثم يجيب صحابه وما إلى غير ذلك. I invite you to visit Egypt، أنا أدعوك إنك أنت تزور مصر. جملة ختامية تقدر تبدع غير اللي أنا بقولها، أنا بحاول أجيب أبسط حاجة. See you soon، بعد كده with my best wishes، ما أرق تمنيات، yours حبيبك المخلص زميلك، وبعد كده الإمضة بتاعت حضرتك ألي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق. وأنا طبعا ما أقصدش أبدا أنك أنت تكتب اللي قلته ده بالظبط في موضوع السياحة تنسخه typical copy، ده
مثال استرشادي، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق مع فيديوهات أخرى لتسهيل البحث للسنوات المختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.